باسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. مجد لله. إنجيل اليوم هي وصية يسوع الأخيرة، وصية ربنا الأخيرة لأولاده يلي بيقولها بحنان البي، من هيك بيقول فيها يا أولادي، وبيعطي وصيته الأخيرة. شو هي هيدي الوصية؟ هيدي الوصية إنه نحب بعضنا، بس بيقول لهم وصية جديدة أعطيكم، وصية جديدة يعني كأنه مش سامعين فيها قبل أو ما منعرفها، أن تحبوا بعضكم بعضا. شو الجديد فيها لهالوصية؟ هيدي الوصية ما فيها شيء جديد، مفروض الناس تحب بعضها. الخلق إجا من الحب، الزواج إجا من الحب، العيلة والولاد إجوا من الحب. فإذا منا وصية جديدة. ليش قال يسوع وصية جديدة أعطيكم؟ هو 100 مرة قايل لهم حبوا بعض، ليش هلا عم بيقول لهم وصية جديدة؟ شو الجديد فيها؟ الجديد فيها هو كما أنا أحببتكم. يعني ما بقى عنا عذر إنه نحب غلط. يعني هون ربنا عم بيقلنا حبوا بعض، بس انتبهوا من نوعية الحب يلي بتحبوه، وخاصة اليوم. يعني اليوم إذا بتفكروا شو عم يحكي ربنا، بتقولوا منيح اللي قاله بهالطريقة، كما أنا أحببتكم. لأنه اليوم شو هو الحب؟ ومين بيقرر شو هو الحب؟ ومين بيعرف شو هو الحب؟ منضحك على بعض بموضوع الحب اليوم. صاير الحب استغلال، كونترا، ورقة منعملها منخزقها. صاير علاقات شاذة، علاقات فلتانة، علاقات قبل الزواج، علاقات بقلب الزواج، رجال ومرة كل واحد عايش حياته لوحدهم وفلتانين بس متفقين على الموضوع، وكله باسم شو؟ باسم الحب. شو الحب؟ بتلاقي واحد ما عنده مبدأ، بتلاقي واحد منه ثابت على شيء معين وبيقول لك أنا بحب. كيف تحب؟ ربنا كان صاحب مبدأ، ربنا كان ثابت بحبه، ربنا ما كان يخدعك بكلامه وبنظرته، ما كان ياخد منك تيعبر لك انه بحبك. نحن اليوم الحب بدك تاخد من الشخص حتى يأكد لك انه بحبك وانك بتحبه، بدك تسيطر على الشخص حتى تكون عن جد بتحبه، بدك تمحيله هويته وشخصيته باسم الحب، بدك تحبس ولادك بالبيت باسم الحب، بدك تظلم مرتك وأصدقائك باسم الحب. قد ما بدكن عدوا، قد ما بدكن، ما في حب اليوم، ما في حب بأي معنى، ما في حب بكما أنا أحببتكم. بمنطق الوصية الجديدة ما في حب، في يلا حبوا بعض. إيه كيف منحب؟ كل واحد عقياسه. لا، الوصية الجديدة يلي إيه لربنا بكل أبوة، قال لهم يا أولادي حبوا بعض، بس طلعوا عبيكم كيف حب، طلعوا عإلهكم كيف حب. لما بتحكوا عن حب الله بيقول الإنجيل هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك أحد، لكي يخلص العالم. الحب خلصك، الحب طلعك. عدولي قديش في اليوم علاقات حب هي سبب كل مشاكل الأشخاص بالحياة باسم الحب. هيدا يلي ترك أهله، هيدي يلي ما بتشوف أهله، هودي يلي مخنقين مع كل رفقاتهم باسم شو؟ باسم الحب. كيف أنت باسم الحب بتعمل علاقة بتخسر حالك واللي بوجهك بيخسر حاله؟ بالوقت يلي ربنا أحب العالم بأنه أرسل الكلمة لكي تكون خلاصا لنا، لدرجة أنه بس وصل لمحل بده يحمل كل الخطايا عنا على الصليب حملها، وصل لمحل بده يفرقنا وبده يفارق أعز الناس اللي مشي معهم، وبده يفارق كل هالأشخاص اللي حبوه صرخوله يا رب وينك، تعا فارقهم، فرقهم إلى حين بحمل الصليب وتحمل الكذب والمنفأة والألم وقلة العدالة واللي بدكن ياه باسم شو؟ باسم الحب الحقيقي.
من هيك بتطلع وبتشوف الحب بيعطي من ذاته مش من برا. ربنا عطى من ذاته، ما بقى في حب بيعطي من ذاته اليوم، صاير الحب حسابات. لأنه بالنسبة لنا إنك تعطي شوي من ذاتك هي معناتها تضحي، وبعالم اليوم ما بقى في شيء اسمه تضحية. كرمال مين؟ ولك حتى أهلك بتكبهم. لمين بدك تضحي؟ لأولادك؟ بدك تعيش حياتك كمان أنت. أوكي جبتهم على الحياة وعطيتهم شو بدهم، هن يصطفلوا، أنا بدي أعيش حياتي. ومنعتبر هيدا حب لأنه عم نأمن لهم كل شيء، عم نعطيهم كل شيء بدهم إياه. ولكن الحب بيعطي من ذاته مش من برا، مش من المصاري اللي منجمعها منعطي حب، مش من الشغل يلي بياخد مطرح عائلتنا منعطي عائلتنا الحب. اليوم بقول لك الواحد بدك يكون معك مصاري، بدك تنسى الوقت انت وعم تشتغل، هالقد بدك تشتغل، وين الحب؟ انت بتحب شغلك بس، انت ما بتحب عائلتك. يا ابونا ما عيشتهم انا بمستوى معين من الحياه والرفاهيه، انا اذا بقصر شوي شوي بيطلعوا الاولاد مغنجين مهروقين، شو بصيروا يقولوا؟ بي ما كان حدي، امي ما كانت حدي، كان بالهم كل الوقت بالشغل. طيب خلونا ناخذ سيناريو تاني، فهموا الاهل الحب وخففوا شوي وبطلوا يفوتوا كتير مصاري وتغير نمط حياة الأولاد. مرات كتير الأولاد الجاهلين شو بيقولوا؟ أهلنا ما بيحبونا لأنه كنا بهذا المستوى، نزلنا لهذا المستوى، بس صاروا قاعدين معكم، صاروا عم بيشوفوكم، تتشوفوا أنه الحب من حيالنا محل ممكن يتخلخل إذا ما كان بيعطي من ذاته، إذا كان قاعد وناطر من برا يجي. وبذات الوقت في ناس عاشوا أفقر حياة، إذا عم نحكي عن المال مثلاً، وكانوا مليانين حب وما في شيء بيوقف بوجههم ومتحدين وقلب واحد. شو هم المال والمصاري؟ شو هم السلطة؟ شو هم الأمور اللي منحبها ومنتعلق فيها إذا ما كانت بتظهرنا من ذاتنا وبتخلينا نعطي من وقتنا، من فكرنا، من مشاعرنا ومن حناننا؟ شو له أهمية؟ بيجي بعطيك قصر أنا بعيشك فيه لوحدك، تتوجع بتصرخ، بيعطي صدى بهالقصر، بيعطي صدى. بدك تدق لحدا ما عندك صديق، بدك تشكي لحدا ما عندك حدا بتوثق فيه. شو هي الحياة؟ لك شو هي الحياة؟ هي حب بيعطي من ذاته، واللي بوجهه بيقشع وبيتلقى. الحب منه مجموعة مشاعر، الحب أفعال. بتعرفوا شغلة؟ مرات أكتر ناس بحبوا مزبوط يمكن ما بيقدروا يعبروا مزبوط عن مشاعرهم. ما تنخدعوا بالقصص الخارجية، نحن لأنه خلص ما هي طبيعة الإنسان، هو هيك، نحن مخلوقين هيك ضعاف، بدنا شيء نلمسه. إذا إجا واحد اليوم غمرني بحب نزلت دمعته، يا حبيبي شو بحبني شو حنون، نزلت دمعته. بينما في حدا ما عبر عن كل هالمشاعر بس حملني على كتافه وماشي فيه كل الوقت، بس ما بقشعه، ما بقشعه كل الوقت، بدي حدا يحلمسلي كل الوقت، بدي حدا يعبرلي اللي بحبك حبيبي، تقبرني، تسلملي يا عيوني. واللي عم يفلح ويموت ما بنتبه له، لأنه أنا مفكر الحقيقة هي عواطف. شوفوا لي يسوع المسيح، اقروا الإنجيل كله، دمعت عينه شي محلان. إذا بدنا نحكي عواطف، انفعل وعمل ردة فعل مرة واحدة بثلاث سنين بالهيكل وقت كسر لهم الطاولات من أجل الحق. بتشوفوا العواطف تبع يسوع ما بينت إلا كم مرة، بس يسوع بحب ولا لا؟ لك حمل صليب ولا لا؟ واجه الموت ولا لا؟ بقى لآخر ثانية ثابت باللي علمه، كان صورة للي عم بيقوله لآخر ثانية. يا بطرس ما بتضرب بالسيف، مش بالشر منحارب الشر، عم بعلمكم كيف تحاربوا بالخير لآخر ثانية. هيدا الحب، هيدا الحب، لدرجة بقلن روحوا عدوا هلأ، تخبوا هلأ، صلوا، انطروني أنا ببعثكم روح القدس. بيهتم بالكل، بدل عم بيعتم الكل، هو اللي حمل الصليب، هو اللي انضرب، ونحن منقعد حدا فهمنا وحدا حس فينا. ديك وينو يسوع
يسوع على الصليب عم بيموت، عم ينجلد، ما عم بحس فيي، انا خيفان، انا مطلوب راسي، انا عم بنبشوا علينا نحن التلاميذ ليكمشونا، وينو بحبنا، خليه ينزل يخلصنا. ولك هذا المشهد كله، هذا شو هذا المشهد كله؟ ما هذا مشهد اعظم حب، فهموه بعدين، تاخروا لفهموه، بس وقت اللي فهموه زحون بعد عن يسوع وعن ثباتهم بهيدا الحب. شوفوا شو حلو هون الانجيل، بيقول لهم يسوع ستطلبونني، هذا قبل ما يموت الوصيه الاخيره، رح تطلبوني ولكن ما قلته لليهود اقوله لكم الان، مطرح ما انا رايح انتم ما فيكم تجوا. فاذا انا على مستوى الجسد ماني مطول كتير، انا هلا معكم رح تطلبوني ما رح تلاقوني. شو يعني؟ يعني رح يجي وقت، وهذا عايشوه دغري من بعدها للوصيه، رح يجي وقت رح تتمنوا تسمعوا كلمتي وتاخدوا تعزيتي لإلكن، رح يجي وقت تتمنوا يكون في حدا حدكن بقويكن، رح يجي وقت تتمنوا يكون في حدا صادق معكن كرمالكن مش كرمال شيء، رح يجي وقت رح تتمنوا يكون في حدا بده مصلحتكن وبده قدستكن وبيعرفكن أكتر ما بتعرفوا حالكن. بس اللي قلته لليهود رح قلكن ياه، طالما انتم مشبصين وضايعين ومحجرين رح تطلبوني ما رح تلاقوني، ما رح تلاقوني، لانه لا انتم عم بتعيشوني ولا عم تلتقوا بناس عم بعيشوا هيدا الشيء. ساعتها بقول لهم، يعني كانه عم بقول لهم بدكم تطلبوني وتلاقوني، وصيه جديده اعطيكم، ان تحبوا بعضكم بعضا. اجل بوقف ان تحبوا بعضكم بعضا، وبتعرفوها كما أنا أحببتكم. ساعتها إذا نحن منحب بعض مثل ما يسوع حبنا، رح نلاقيه، رح لاقيه ببيي وبأمي وبإخواتي، رح لاقيه بصاحب الشغل اللي بيقدر تعبي وشغلي، رح نلاقيه ببعضنا، ما رح يروح يسوع، هو في داخلنا، بس رح نطلب إنسان صادق ما عم نلاقيه، نطلب واحد عنده أخلاق ما عم نلاقيه، نطلب واحد صاحب ضمير وعدل ما عم نلاقيه، وكرمالهم بيزيدوا. ليه؟ لأنه ظهر ربنا من المعادلة، تطلبونني لا تجدونني، شلناه من المعادلة وصار الحب بمنطقنا بعيش بهذه الأرض، ومنطقنا هاتوا إيديكم والحقونا، عشان المنطق ناكل بعض، ننهش بعض، ندعس على بعض. آخر شيء منقول نجحنا بذكائنا. شو هذا الذكاء ما فيه حب واحترام؟ شو هذا الذكاء ما فيه خيك اللي معك؟ نجحنا، عمول مثلي قدار توصل للي أنا وصلت له، لك كل واحد بيقرر يكون شرير بيوصل. اسمعوا هالكلمة وصدقوها، ما حدا ما بيقدر يوصل إذا كان شرير، بس ببطل فيه حياة. كلنا قادرين نسرق وننهب، شو اللي بيمنعنا؟ شو اللي بيمنعنا؟ بيمنعنا الحب الحقيقي، لأنه بعد عنا ثقة بهيدي الدنيا إنه فيها شيء حلو. آخر شيء بيقول، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. اليوم يسوع ضايع لأنه ما حدا عم بيقدر يكتشفه فينا، ما حدا عم بيلاقيه فينا، نحن مضيعينه عن الناس وحاجبينه عن الناس، ما عنا حكمة بالتصرف. الحب بيعرف أي متى يحكي، أي متى يسكت، أي متى يعبر، أي متى يعصب، أي متى يروق، أي متى يسكت ويقطع. الحب بيعرف يتعامل مع هيدا الدنيا، بس لما يكون بيعرف يسوع. حرقني بخورة عطر السماء، اكتبني خبري باسم الوفاء، واكسرني خبزي عتم الشقاء، غزلني غني وترهل الفداء. حياتي إلك حرقها لاسمك صلاة، حياتي إلك
وترى الفداء. حياتي إلك بخورة محروقة إلك. حياتي إلك حبيبي حياتي.